يا ابو محمد احمد شمراني البشرى في الخبر وين البشرى؟ قال لك جميع لاعبين هذا شو يقول الان بس منصور الحربي منصور طيب هذا بيان اتحاد القدم طيب البيان اللي قبله البارح ما كان فيه اربعه ايضا اللي تحدثنا عنهم امس لا ها العمليه تلصيق يعني ولا شلون؟ لا امس كان فيه اربعه لاعبين اربعه ايه؟ بعدين الفجر اليوم رئيس النادي اوكي والان قال ترى كل اللعيبه بيلعبوا معنا ان شاء الله وهذا قال ايش قال لاعب واحد اذا الان نتساءل اي الاربعه لاعبين رئيس نادي أيضا يجري اتصالات وفجأة يبشر جمهوره أيضا بجميع اللاعبين ولا أعتقد أن رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي سيقدم هذه التغريدة لمجرد تقديمها أمام الناس خاصة أنها محسوبة عليه وأيضا وثقها على اعتبار أنها بدعم من معالي المستشار ولا أعتقد أيضا بل أكاد أجزم أن رئيس نادي الأهلي أو رئيس أي نادي أو حتى إعلام أنه سيفبرك على لسان معالي المستشار هذه نقطة لكن اليوم احنا نتساءل إيش سبب هذا التحول في سبب هذا البيان الاخير باقي ثلاثة في المنتخب الحين كرة القدم باقي ثلاثة اهلاوية ايه انا عندي تصور سعيد المولد وتيسير وتيسير وياسر المسيليم طيب والباقي سليم خلاص عندهم حارس ايه الان اضافوا مع الاهلي الان اضافوا لاعب واحد صاروا خمسة يعني ايه ها ايه طيب خمسة خلاص انا بالنسبة للخمسة انا فاعتقد انها ايضا نسبة جيدة إلى حد كبير قياسا بالماضي لكن مش مسموحهم بالثلاثة يا محمد ما جت عليهم قلنا البارح المنتخب أصلا ما ضميت يا أخي قلنا البارح حتى دخلنا في جدل أنا وحبيب قلبي الكابتن حمد قال له لو النادي الأهلي قوي كان يتخذ موقف ويمنع لاعبين من المشاركة مع المنتخب صحيح لأنه مو من أيام الفيفا هذا كلام حمد الدبيحي أيوه فقلت أنا والله أي نادي سعودي ما يقدر لن يجرؤ ما قلت ما يقدر لن يجرؤ يقدم على هذه الخطوة ويحرض لاعبين اليوم مو لن يجرؤ يمكن لا أنه عندنا الدافع الوطني دائما أكبر بس لكن مو عدم جرؤ واعتبارات أخرى بالضبط وحتى يعني أنت تصورك ليه التغير صار والله أعتقد اتحاد الكرة أنا أعتبر اتحاد الكرة يدعم الأهلي بشكل للأسف الشديد هذا سلبي شغل تقصيد صراحة لا أنا عندي تصور أنا لأنه من البداية قال أربعة فقط ومن البداية بس. رئيس الأهلي مهما صرح التصريح ده أو حتى ما كنت أتمنى من ماجد النفيعي قبل أن يقدم هذه التغريدة ويدخلنا أيضا في تساؤلات لو ترك الأمور حتى يصدر بيان رسمي منهم لكن طالما أنه ربط التغريدة ربط التغريدة بمعالي المستشار فأعتقد أنه مخبر أنا رئيس نادي إيه؟ وعندي علم الآن أنه بيعطوني كل لعيبتي أبا غرد يا أخي ليش ما غرد وحتى أنا أعتقد التغريدة صحيحة يا أبو محمد صحيحة التغريدة أتصور تغريدة صحيحة. واللي حصل أن مدرب المنتخب إيه؟ أتصور إيه؟ مدرب المنتخب إيه؟ يعني أصر على طيب. على على الابقاء ليش ما جاب المولد ويحيى احتجاجي الان مو على اللاعبين ما لا بلاش احتجاجي استغرابي أيوة. احتجاجي رفضي عدم قبولي مو على اللاعبين الان باي حق اتحاد الكره الموقر واللي يعتبر الاهلي تحت مظلته يدخل الاهلي في هذا الصراع صحيح. امس راي صحيح. واليوم راي وبكره راي جمهور في تويتر ما في الهاشتاجات لاعبين ايضا غير مركزين ما كان في رأي اتحاد السعودي امس محمد هذا بالله تجهيز لفريق ما كان في رأي اتحاد السعودي محمد اقرا طيب ادخل الان في الصحف القطريه وشوف ايش بتكتب عن السد لا شوف الاتحاد القطري ايش بيقول للسد شوف المنتخبات الثانيه في ثلاثه منتخبات لاعبين ايران منتخب ايران اللي منتهى لكاس العالم مع انديتهم والاتحاد السعودي لا ليش ما جاب لعيبته اللي في اسبانيا يعطيكم نص لاعب يا اخي ليش ما جاب المولد وسالم ويحيى ليش ما جاب المولد ويحيى وسالم للمعسكر كيف؟ ليش ما جاب المولد ويحيى وسالم لأنه ما يعمل فيفا لأنهم اسباني يعني عارف انه رفض لأنهم اسباني يعني فيصل هنا السؤال انا التناقض ده انت اتحاد سعودي كرة قدم تناقض اقدمت على خطوة انتوا الحين زعلانين ولا فرحانين